انا ام هذاك ولدي اللي وقعت ليه مشكله حدا عراقي، نتمنى تشوفوا الفيديو مزيان وتحققوا فيه ماشي تشوفوا غير الظاهره، لانني ولدي هي جاي خدام وجاي كان خدام تما يركب شي تريا شي سيده تمايا خارج جاي لقى شي سيده تحك معاه بيكالا نزل تيتفاهم معاه كيف كاع الناس تيوقعوا في مشكل الحديد هذا هو تيتفاهم مع السيد وباقا في حجر منين جا حجر تيجي من القدام ومن الور ومن الجناب تفاجئ الولد بهذيك الحجر اللي كثير دخل الطوموبيل دخلوا عليه تفلطوا عليه طيروا البيبان حلوهم ودخلوا كلشي تيبان ما تغطيوش على الحقيقه الله يجازيكم بغير وتشوفوا هي ولادكم اللي يعجبوا ولادكم صغار ما خصهمش يديروا هذا المشكل بعدا اصلا هاد الولاد ماشي ديال لهذا المستوى ماشي ديال هذا الشيء وداروه ولدي انا ملي تضعق الدم في راسو الدم في كتفو ضربوه بآله ديال الضوء مات عليه يدي ما بقى عارف ما يدير مشى قال بالك الطوموبيل هي اللي تخلعهم باش نحيدهم عليا دي رامارش غادي يحيدو ليا من الطريق هو اصلا ملي دار رامارش عاد هما تجهدوا ولاو تيتكبوا على الطوموبيل خلق ما يدير في الاخر دخلوا عليه غلبوه عمرات الطوموبيل خرج شي به باين طحر ومشى للمدرسة دخل المدير الله يجازيه بخير تكلف الباقي الناس ديال الشارع اللي خدامين المشاريع قلنا لهم مشينا عندهم سولنا وهضرنا معاهم غير هكا خفا قال لك ما نشهدوش الولد مظلوم من الاول حتى الاخر ما نشهدوش لانني حنا عايشين مع هاد المدارس تنبيعو نشريو معاهم إوا تكون الرحمة في قلوبكم وهاد العواشر وهي اللي بغيتوها لوليداتكم بوها لهداك الولد وتوقعوا راسكم راه غتكونوا تنتبهوا في هاد الموقف كتما قعدتو لأنني هي النوبة لا الموت لا القضاء نوبة لا ولدي أنا ما تيتعطش وما سكرانش وكاينة شي حاجة إلا كاينة راه غتكون عند مخزن غتكونش عندي أنا لأنني دابا داو للسبيطار داو جريبة ولكن دابا الان بينا هي نشوفو النظرة ديالو ما شفناهاش عاشقين هي نشوفو حتى شفنا ملي خرج من الكوميسارية كلهم دكدك الأولى الصغيرة ديال الإيسي داو الولاية ما باقيش شفناهاش دابا الان تنطالب انا دابا بالشرطة دير خدمتها وتعاقب المظلوم والظالم ودير من هادوك الدراري تا هما تجيبهم لأنني هما اللي جبدو الصداع الدراري اصلا هما الصداع من الاولين ما كاينش شي حتى يكون واقف وجه يشير عليه بالحجر ما غادي يتحركش كليش على هو جماد اعصاب وبنادم بالنسبه للوقت كاين ضغط الزمان كاين ضغط الخدمه كاين ضغط شحال من حاجه يسار ما غاديش يتملك راسو هو اللي مكلف بينا دابا حاليا باه فقعت وانا مريضه تيشري لي الدواء الهشاشات كوليسترول حاد كواطخ يعني عندي مدى ديال الحالات هو اصلا تيقرا في الكليه خدام هاد الخدمه على قبل انا الطبيب الانسان ملي تيدير هكا راه ما عندوش حتى شي نيه وملي تيكون مخرج الصباح لا نتوما خوتي ولا ولادي ولا كلشي ما تكونوش خارجين باش تنوي وتضربوا شي واحد ولا بغيتو شي حاجه كونوا خارجين ديروا عمل خير ولا خدام صافي هكاك ولدي تانا راه خارج خدام ما يمكن ليش يجي في المدرسه عادي يدير المشكل ولادكم حاولوا ترجعوا العقليه اللي ما بقاتش مزيانه وتنطلب منكم تكونوا امهات بحالي يبقاو فيكم ولاد الناس